مرحبا بكم. اليوم ناخذ الـ Timer of Delay TOF. Timer of Delay احنا سويناه بالـ Timer on Delay. اكو فيديو سويت بـ Timer of Delay باستخدام الـ Timer on Delay، ولكن اذا انت تريد فتشي جاهز فموجود سيمنز توفر لك هذا الشيء، موجود Timer of Delay. كيف استدعي، كيف استخدمه وياه، تابع ويانا شوف شلون راح نستخدمه. هذا التايمر لما ما تخلي له input وراح تخلي له كونتاكت، اوكي راح تخلي كونتاكت، هذا immediately راح يطلع لك output. ليش؟ لانه هو off delay، يعني الديلي يصير بالاطفاء وليس بالتشغيل، يعني يشغل لك بالبداية ويصير timing ورا التايمينج يلا يطفي، يعني المدة هذه اللي مال تايمينج مالته بيها output موجود. زين هنا يقول لك نفس الـ on delay الادريسنج مالته، فراح استخدم تي 37، وهنا عندك نسوي 5 ثواني i0.0. هنا تقدر تستدعي كونتاكت من التايمر اوكسيلاري كونتاكت، وبالمقابل تساوي اوتبوت 0.0. زين هسه هذا التايمر راح مباشره يعطيني اوتبوت بعد وقت 5 ثواني طفي لي اوتبوت. حتى اسوي له ريسيت، تقدر هنا تسوي ريسيت الي و ار ريسيت. زين i0 dot 1 هنا الريسيت اللي راح يصير للتي 37 و1. اوكي هاي مش شرحناها ليش 1 ليش 2، باكو بالفيديو مال سيت والريسيت. اوكي هسه ما عاد شي نسوي كومبايلينج، ايرور 0، فايل اكسبورت يس. هنا خلينا نمسح البرنامج السابق. اوكي سوي داونلود، جميل. هسه والله شنو عندنا هنا، حسب الدائرة مالتنا نسوي ران، خلينا نطفي هذي نسوي ران. زين هسه اشتغل السي بي يو مالتي. شوف لما ما اشغل مباشرة صار عندك اوتبوت، شوف الزيرو اشتغلت مباشرة، اوكي مباشرة صار عندك اوتبوت. لما ما اجي اطفي ما يطفى، قلنا هو شنو نوعه اوف ديلي بالبداية شرحني، لانه بعد ما ينتهي التايمينج مالته يلا يطفي لك. اوكي وهذا ريسيت، ريسيت اذا تريد ترسته ما تريد تنتظر تقدر تخليه ريسيت. هذا طبيعي يعطاك اوتبوت لما ما اطفي، فرضا تقدر تخلي لي الكولر وغيره مفيد، هذا اللي هيك اغراض، يعني بعد ما يطفى الانجن هذا يبقى مشتغل لخمس دقائق 6 دقائق وبعدها يصير اوف، وتقدر تخليه فد بوش بوتوم للاوبريتر اذا يريد يطفي ايميديتلي. فهذا يعني يصير بهواي مشاريع. لهنا نشكر متابعتكم والى اللقاء.